مجلس الوزراء ينفي إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع. الكرملين يؤكد إحرازه تقدما كبيرا في نزع سلاح أوكرانيا، والبنتاغون يدرس تدريب قواته الأخيرة على باتريوت. ماكرون يستنكر هجوما استهدف الأكراد في باريس، ومواجهة بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين وسط العاصمة احتجاجا على الحادث. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من مزاعم بشأن إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع من بينها السيارات والهواتف المحمولة. وأكد أنه لا صحة لإصدار البنك المركزي تلك التعليمات، وشدد على أن المنشور المتداول مزيف وغير صادر عن البنك المركزي، لافتا إلى أن أي قرارات أو تعليمات يصدرها البنك المركزي يتم الإعلان عنها في بيانات رسمية على الموقع الإلكتروني للبنك، مهيبا بالمواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك المعلومات المغلوطة. وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المنشورات المزيفة. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر نوفمبر الماضي بإجمالي حمولات بلغ 3,682,798 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات بلغ 334,463 حاوية مكافئة من خلال استقبال 218 سفينة متنوعة خلال الشهر. هذا وتعمل الهيئة دائما على تطوير الموانئ التابعة لها حتى تستوعب الأجيال الجديدة من السفن العملاقة وجذب الخطوط الملاحية العالمية، بما يعظم من الإيرادات وجذب الاستثمارات المختلفة للمنطقة الاقتصادية وموانئها. وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد من خلال توجيه عدة قوافل لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الحضرية الجديدة والأشد احتياجا بنطاق مديرية الأمن على مستوى الجمهورية. يأتي ذلك في إطار الدور الذي تطلع به الوزارة للمساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين. مسيرة الدور الاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية تتواصل،
تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، فقد تم تنظيم قوافل من المساعدات العينية المتنوعة، بطاطين ومواد غذائية لإهدائها للمواطنين بالمناطق الأشد احتياجاً والمناطق الحضارية الجديدة على مستوى الجمهورية. كلنا واحد، قافلة الخير، انطلقت محملة بالمساعدات العينية إلى عدد من المناطق الحضارية الجديدة مساهمة من وزارة الداخلية في دعم قاطني تلك المناطق، والتي تسعى الوزارة دائماً لتخفيف الأعباء عنهم بمثل تلك المساعدات والتي تتسم بالاستمرارية، وهو ما أشاد به المواطنون هناك. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية. بنفرح وانتوا واقفين معانا ومش سايبيننا، حتى بتقولنا عندي شقة تدونا الحاجة كمان وإحنا مرتاحين ومبسوطين، وربنا يبارك لكم يا رب ويخليك. ونشكر سيادة الرئيس، ربنا يخليه لينا. نشكر سيادة الرئيس في المبادرة الجميلة بيعملها لنا، بطاطين اللي بتجينا. المبادرة دي الناس كلها بتحبها يعني بتتمنى ان هي تبقى موجودة على طول. نشكر المبادرة اللي بتعملها لنا، بيجيبوا لنا بطاطين وبيجيبوا لنا كراتين، ونشكر وزارة الداخلية. الداخلية واقفة جنبنا بتساعدنا في بطاطين في كراتين، واقفة جنبنا في كل حاجة. وإلى المناطق الأولى بالرعاية بنطاق مديريات الأمن، توجهت قوافل المساعدات العينية قاطعة مسافات كبيرة لضمان وصولها لمستحقيها، وهناك استقبلها المواطنون بترحاب كبير في ضوء حرص وزارة الداخلية على تقديم الدعم والمساندة لقاطني تلك المناطق. الله ينصرك يا ريس، الله ينصر الداخلية، ربنا يبارك لك ويخليك لنا يا رب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. ووجهت مديريات الأمن مأموريات إلى عدد من المناطق الأشد احتياجا بنطاقها، تولت توزيع المساعدات على المواطنين هناك. أنا اللي دايما ببقى واقف ليكي سد، ما بسيبش فرصة لأي حد. كما توجهت مأموريات إلى المنازل في المناطق الأولى بالرعاية بنطاق مديريات الأمن لضمان وصول المساعدات لمستحقيها. مية بسيطة مسيدنا، ربنا يخلونا يا رب يبارك لنا فيه وفي صحته ويطول في عمره يا رب. والله والله ما فيه ريس عمل اللي عمله، أقسم بالله، وأنا بدعي له. أنا داخل على 70 أهو، بدعي له بكل قلبه. احنا اللي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايماً هنا. ومن منطلق حرص الوزارة على تقديم الدعم لكافة فئات المجتمع، توجهت مأموريات إلى دور رعاية المسنين وتوزيع مساعدات على قاطني تلك الدور، وهو تقليد إنساني تحرص عليه الوزارة. مصر الكبيرة في كل وقت وكل عصر، والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل. وتأتي تلك المساعدات في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لا سيما المناطق الأولى بالرعاية. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت من ضبط 809 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغت قرابة 1336 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجي والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 202 طن. وفي مجال حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض، تم ضبط قرابة 1113 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط قرابة 21 طن. وفي مجال قضايا المخابز، تم ضبط 946 قضية، من بينها 201 قضية خبز ناقص الوزن و171 قضية خبز غير مطابق للمواصفات.
وفي مجال القضايا التموينية المتعلقة بغش الأعلاف والبيع بأزيد من السعر، تم ضبط 11 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 70 طن. تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونا نقاشيا غدا بعنوان المسؤولية المجتمعية للشركات، وذلك في إطار فعاليات التي تنظمها التنسيقية ضمن استعداداتها للحوار الوطني. ويناقش صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عددا من المحاور، أبرزها دور المسؤولية المجتمعية للشركات وأشكال تلك المسؤولية وأهم المبادرات التي تحقق بها مبادئ المسؤولية المجتمعية، وذلك فضلا عن مبرر الاهتمام بها وكيفية ممارستها في القطاع الخاص في مصر وأبرز التحديات في هذا الإطار. أعلنت السلطات العراقية القبض على مجموعة إرهابية في محافظة كركوك شمالي البلاد. وذكرت السلطات العراقية أن قوات تمكنت من إلقاء القبض على المجموعة الإرهابية التي استهدفت النقطة الأمنية 55 الواقعة في منطقة كوباني قرب الطريق الحولي. قال الكرملين إنه تم إحراز تقدم كبير نحو هدف موسكو المعلن المتمثل في نزع سلاح أوكرانيا. كما أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف أن بلاده ليس لديها أي فكرة عن خطة السلام الجديدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى أن التصريحات الأخير لا تمت للواقع بصلة. كما نفى المتحدث الروسي وجود أي اتصالات مع الولايات المتحدة بشأن عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن روسيا لم تظهر أي رغبة جديدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأضاف بلينكن أنه عقد اجتماعات عبر الفيديو كونفرنس مع وزراء خارجية دول المجموعة السبعة للبحث في أفكار من أجل التوصل لسلام عادل اقترحه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال زيارته التاريخية لواشنطن. وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن موسكو يمكنها وضع حد للحرب فورا بسحب قوتها من أوكرانيا. تبحث وزارة الدفاع الأمريكية تدريب قوات الأوكرانية على تشغيل نظام الدفاع الصاروخي باتريوت في قاعدة عسكرية بالولايات المتحدة. وأوضحت وسائل إعلام نقلا عن مسؤولين في البنتاغون أن الوزارة تدرس ما إذا كانت ستجرى التدريبات كليا أو جزئيا في الولايات المتحدة أو إقامة التدريب في قاعدة أمريكية في إحدى الدول الأوروبية. في نقطة تحول مهمة إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة منذ أواخر فبراير الماضي، أعلنت الإدارة الأمريكية اعتزامها تقديم $1,850,000,000 أخرى كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، تتضمن ولأول مرة نظام الدفاع الجوي باتريوت، وهو النظام الذي أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده بحاجة ماسة إليه. باتريوت هو نظام دفاع صاروخي أرض جو طورته إحدى شركات التصنيع العسكري الأمريكية، ويعتبر واحداً من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً في ترسانة الولايات المتحدة. استخدم لأول مرة في ميادين القتال خلال حرب الخليج عام 1991، واستخدمته الولايات المتحدة لاحقاً في العراق عام 2003. يشمل نظام باتريوت راداراً قوياً يصل مداه إلى أكثر من 150 كيلومتراً، ومحطة تحكم ومولداً للطاقة، ومحطات للإطلاق ومركبات أخرى للدعم، كما أن له قدرات مختلفة حسب نوع الصاروخ المستخدم، ذلك أن الصاروخ باك 2 يستخدم رأساً حربية متفجرة، فيما يستخدم الصاروخ باك 3 الأحدث تقنية الإصابة بغرض القتل الأكثر تقدماً. على صعيد التكلفة المالية، تبلغ تكلفة مجموعة باتريوت حديثة الإنتاج أكثر من $1,000,000,000،
منها 400 مليون دولار للنظام و690 مليون دولار لصواريخ النظام المستخدم من قبل 18 دولة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بهدف اعتراض التهديدات التي تمثلها الطائرات والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بما يسهم في إنقاذ الأرواح والممتلكات بالدول المستخدمة له. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مقاتلة من طراز سو 25 ومروحية من نوع مي 8 تابعتين للقوات الأوكرانية خلال ال 24 ساعة الأخيرة. وأوضحت الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت من إسقاط المقاتلة والمروحية في منطقة دونيتسك إلى جانب توجيه ضربات لنقاط حصينة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة أرتيموفيسك، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 جنديا أوكرانيا وتدمير دبابتين وخمس عربات مدرعة وست سيارات للقوات الأوكرانية. уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Ивана Дарьевка Донецкой Народной Республики. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الروسية شنت خلال ال 24 ساعة الماضية ست ضربات صاروخية وجوية وقصفت أهدافا مدنية في منطقتي خاركييف ودنيبرو بتروفيسك. وذكرت الهيئة الأوكرانية أن روسيا أطلقت النار على العديد من مناطق ومدن البلاد من خلال أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة أكثر من 70 مرة خلال يوم أمس. وأضافت الهيئة أن قوات الدفاع الأوكرانية صدت هجمات معادية بالقرب من 19 مدينة في مناطق سومي وخاركيف ودونيتسك ولوهانسك. але саме він веде нас уперед, щоб помститися і перемогти. Не залишає. أعلن مسؤول بوزارة الدفاع البيلاروسية أنه تسلم خلال دفعة جديدة من أنظمة دفاع جوي وصاروخي من روسيا. وأوضح المسؤول البيلاروسي أنه تم تسليم الدفعة الجديدة في إطار الاتفاقية الحكومية قائمة بين البلدين بشأن التعاون التكنولوجي العسكري، مضيفا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية الجديدة تمثل أداة فعالة لإسقاط أنواع مختلفة من الأهداف الجوية. أعلنت الحكومة الهولندية عن توفير مبلغ إجمالي قيمته 2.5 مليار يورو لدعم أوكرانيا في عام 2023. وأوضح رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا أنها بلاده ستواصل دعم أوكرانيا طالما استمرت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وتتوقع الحكومة الهولندية بحسب بيان صادر عنها أن تكون هذه الأموال ضرورية للدعم العسكري اعتمادا على حاجة الأوكرانيين. أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن موسكو تدرس تقليص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 7 و5% في أوائل عام 2023. وتأتي التحركات الروسية في إطار الرد على العقوبات الغربية وفرض سقف لأسعار النفط الروسي. في مسعى للرد على العقوبات الغربية، أعلنت روسيا أنها تدرس تقليص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين 5 و7% في أوائل عام 2023، كما ستفرض حدودا قصوى لأسعار خامها ومنتجاتها النفطية بوقف المبيعات للدول التي تدعم سقف الأسعار. جاء ذلك على لسان نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك. وفي هذا الإطار من المتوقع أن تتراوح التخفيضات بين 500 ألف و700 ألف برميل يومياً في ضربة قوية للإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا، والتي كان آخرها فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، وبدأ سريانه في 5 ديسمبر الجاري. جاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحرا وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل. هذا وتستخدم موسكو سلاح الغاز في وقت عصيب تمر به أوروبا، لا سيما في فصل الشتاء، للضغط على الدول الغربية التي تتخذ إجراءات تصعيدية في إطار محاصرة الاقتصاد الروسي الذي يعتمد على صادرات البترول بشكل أساسي. هكذا تحولت الأزمة الأوكرانية التي دخلت شهرها العاشر إلى صراع اقتصادي بين الاتحاد الأوروبي وواشنطن من جهة وموسكو من جهة أخرى، أزمة امتدت تداعياتها وتأثيراتها إلى العالم أجمع.
تسارع معدل التضخم في اليابان إلى أعلى مستوى له في 4 عقود مع استمرار الشركات في نقل التكاليف المتزايدة للأسر، وهو ما يبقي البنك المركزي تحت ضغوط قوية للحد من سياساته التوسعية. وأفادت وزارة الشؤون الداخلية اليابانية أن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني الأغذية الطازجة المتقلبة ارتفع بنسبة 3.7% في نوفمبر على أساس سنوي مقارنة ب 3.6% في أكتوبر، وهو ما اتفق مع توقعات المحللين. الأوضاع تزداد سوءا والأمور تتعقد أكثر، ولم يكن أمام اليابان إلا التخلي عن سياساتها القديمة والبحث عن حلول لأزماتها، إذ تسارعت وتيرة ارتفاع الأسعار خلال شهر نوفمبر الماضي لتبلغ مستوى غير مسبوق منذ أكثر من 40 عاما، مدفوعة بزيادة تكلفة الطاقة. فوفقا لبيانات رسمية صادرة عن الحكومة اليابانية، فإن أسعار الاستهلاك الأساسية التي لا تشمل النفقات المتقلبة للمواد الغذائية الطازجة ارتفعت بنسبة 3.7% الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. لم تكن اليابان وحدها من تضررت من أزمة التضخم العالمية، بل سجلت في الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى كثيرة زيادة في ارتفاع الأسعار أكثر من طوكيو خلال الشهور الماضية، ولكن الدولة الآسيوية شهدت تضخما نسبته 2%، وهو ما تجاوز النسبة التي وضعها بنك اليابان في خطته طويلة الأمد، الأمر الذي قد يدفع البنك المركزي الياباني لتعديل سياسات التسهيل النقدية طويلة الأمد. الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والمصارف المركزية الأخرى كانت تجد رفع سعر الفائدة طريقا لتجاوز أزمة التضخم، ولكن اليابان كانت تعارض هذه السياسة وتبقي الفائدة عند مستويات منخفضة رغم تأرجح اقتصادها منذ 90ات القرن الماضي. ورغم ما حدث من ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وتوقع معظم المحللين السياسيين أن يصل ارتفاع الأسعار في اليابان إلى ذروته في نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، إلا أن بنك اليابان يرى أنه ليس هناك سبب لتغيير المسار حتى الآن. شهد انفاق المستهلكين الأمريكيين ارتفاعا طفيفا في نوفمبر الماضي، بينما تباطأ التضخم أكثر. وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن انفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي زاد بنسبة 1% بعد زيادة معدلها بالرفع إلى نسبة 9% في أكتوبر الماضي بدلا من 8% كما أعلن من قبل. أبلغت الحكومة البريطانية نظيرتها الأمريكية بقلقها من تداعيات خطة الدعم الأمريكي الهائلة للشركات المحلية ولا سيما المصنعة للسيارات الكهربائية. وجاء في الرسالة التي كشفت عنها وسائل إعلام بريطانية أن خطة الولايات المتحدة تهدد بإلحاق الضرر بعدة اقتصادات حول العالم والتأثير على سلاسل التوريد العالمية للبطاريات والمركبات الكهربائية ومصادر الطاقة المتجددة بصفة عامة، وتشمل الخطة الأمريكية من بين أمور أخرى إعانات وتخفيضات ضريبية للشركات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة. انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني صندوق الإنقاذ لمنطقة اليورو معتبرة أنه غير مفيد. جاء ذلك قبل مناقشة برلمانية حول مسألة تعزيز دوره، وكانت آلية الاستقرار الأوروبية أنشأت في عام 2012 للسماح للدول منطقة اليورو التي تعاني من أزمات مالية بالوصول إلى الأسواق وتسهيل حصولها على قروض بأسعار مدعومة. في المقابل يجب على البلدان إجراء إصلاحات لتحسين قدراتها التنافسية وتنظيم مواردها أو تعظيم مواردها المالية العامة. We'll be right back.
قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه بحر الشرق في أحدث تجربة من سلسلة التجارب التي أجرتها هذا العام. وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى قبالة ساحلها الشرقي يوم الأحد. ما زالت كوريا الشمالية تلك الدولة المشاكسة التي تبث القلق في شبه الجزيرة الكورية بسبب ممارساتها، ما زالت تمارس هوايتها في إطلاق الصواريخ الباليستية التي تكدر صفو جارتها الجنوبية، بل وتستفز أوروبا والغرب وتدعوهم لتوثيق تحالفاتهم مع كوريا الجنوبية واليابان. ففي تحرك أخير قال جيش كوريا الجنوبية وخفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي. ويعتبر هذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة من اختبارات الصواريخ بعدد غير مسبوق أجرتها بيونغ يانغ هذا العام. وكانت كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين متوسطي المدى قبالة ساحلها الشرقي الأحد الماضي، واصفة ذلك بأنه اختبار مهم ومرحلة نهائية لتطوير برنامج قمر صناعي للتجسس من المزمع استكماله بحلول أبريل. وبحسب خبراء يعتبر تطوير قمر صناعي من هذا النوع بمثابة ذريعة تسمح لبيونغ يانغ باختبار صواريخ باليستية عابرة للقارات، إذ تتمتع الأخيرة بجزء كبير من التكنولوجيا عينها المستخدمة في الصواريخ التجسسية. وفي هذا الإطار تحذر الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية منذ أشهر من أن كوريا الشمالية قد تكون قريبة من إجراء تجربتها النووية السابعة. يأتي ذلك فيما لا يردع بيونغ يانغ حزمة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عليها بسبب برنامجها النووي والصاروخي منذ عام 2006، وتمضي بإصرار كبير في بناء ترسانة نووية تناوئ بها القوى الغربية. من جانبها قدمت اليابان احتجاجا إلى كوريا الشمالية عبر سفارتها في بكين على أحدث تجارب بيونغ يانغ الصاروخية. وقالت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ضمن سلسلة من اختبارات الأسلحة التي أدت إلى تصعيد التوترات الإقليمية. وقال مسؤول حكومي إن القذيفة سقطت بالفعل في المياه الواقعة خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة باليابان، ولم يتم التأكيد حتى الآن من حقها أي أضرار مادية. استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الهجوم الذي استهدف الأكراد في العاصمة باريس. وفي تغريدة له عبر موقع تويتر وصف ماكرون الهجوم بالمشين، معربا عن تعاطفه مع أسر وأصدقاء ضحايا الهجوم وتقديره لقوات الشرطة الفرنسية على شجاعتها. فيما قال وزير الداخلية الفرنسي إن الحكومة طلبت من الشرطة تعزيز حماية مواقع الجالية الكردية في البلاد في أعقاب الهجوم على مقهى كردي في باريس. هذا واندلعت مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين أكراد بعد الهجوم، وتضمنت إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، فضلا عن دفع الشرطة الفرنسية بمزيد من التعزيزات الأمنية إلى وسط العاصمة باريس. لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب ثلاثة آخرون بعدما فتح مسلح النار على مركز ثقافي كردي ومقهى كردي مجاور في وسط العاصمة الفرنسية باريس. إلى ذلك قال ممثل للدعاء الفرنسي إنهم ينظرون إذا كان هناك دافع عنصري وراء الهجوم بعد إلقاء الشرطة القبض على المشتبه بتنفيذه الهجوم، وهو رجل يبلغ من العمر 69 عاما. وأوضحت المدعية العامة في باريس أن المشتبه به اعتقل
قبل عام بتهمة الهجوم بسيف على مخيم للمهاجرين في باريس، وتم التحقيق معه بتهمة ارتكاب جريمة بدافع عنصري. كشفت اليابان النقابة عن ميزانية قياسية للسنة المالية المقبلة اعتبارا من إبريل تبلغ أكثر من 114 تريليون ين ياباني، مدفوعة بزيادة الإنفاق العسكري وتكاليف الضمان الاجتماعي المرتفعة للسكان الذين تزيد بينهم نسب المسنين بسرعة. وتتضمن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة فوميو كيشيدا إلى جانب خطة لإصدار السندات إنفاقا قياسيا على الجيش والرعاية الاجتماعية. تزين برج القاهرة بشعار مبادرة قادرون باختلاف الجديد بهدف دعم ذوي الهمم وتشجيعهم على الاندماج في مختلف المجالات داخل المجتمع. ويأتي ذلك في إطار الاستعداد للاحتفال بالنسخة الرابعة لاحتفالية قادرون باختلاف والمقرر انعقادها في نهاية شهر ديسمبر الجاري. إلى أخبار الطقس في هذه النشرة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. ومن أخبار الطقس إلى نهاية نشرة التاسعة وتذكير بالعناوين. مجلس الوزراء ينفي إصدار البنك المركزي تعليمات بوقف توفير التمويلات اللازمة لاستيراد عدد من السلع. الكريملين يؤكد إحرازه تقدما كبيرا في نزع سلاح أوكرانيا، والبنتاغون يدرس تدريب قوات الأخيرة على باتريوت. ماكرون يستنكر هجوما استهدف الأكراد في باريس، ومواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين وسط العاصمة احتجاجا على الحادث.
انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع هدير أبو زيد. أهلا بك. مساء الخير عليك يا سحر. مساء الخير يا أميرة، وشكرا لكل صناع نشرة التاسعة. استأذنكم نبدأ فقرتنا في برنامج التاسعة. تفضل.